تجمع ابناء تشاد لتطبيق الثنائية اللغوية والإعراب عن ارتياحه من تخصيص حقيبة وزارية مكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية، استنادا على دستور جمهورية تشاد لا سيما المادة 9 المتعلقة باللغات الرسمية، نظرا للالتزام والإرادة السياسية لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو نحو التطبيق الكامل للثنائية اللغوية، نظرا للتأثير الإيجابي لتطبيق الثنائية اللغوية في تعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، فإن تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية من منطلق مسؤوليته الاجتماعية وواجبه نحو تطوير وضع اللغة العربية في تشاد، أدرج في خطة عمله لعام 2020 مشروع التطبيق الكامل للثنائية اللغوية كأحد أهم مشاريعه، وذلك بعد تحليل الوضع الراهن للثنائية اللغوية بأبعادها المختلفة ودراسة المعوقات والحلول العملية لتطبيقها. وعليه وبناء على آليات تنفيذ هذا المشروع، قام التجمع منذ أكثر من 6 أشهر بالعديد من الإجراءات من حوار، مراسلات، تقديم مقترحات وجلسات عمل مع رئاسة الجمهورية، البرلمان، كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى من أجل التطبيق الكامل للثنائية اللغوية. ولقد أثمرت هذه الإجراءات كمرحلة أولى إسباغ الثنائية اللغوية صبغة مؤسسية في الهيكل العام لحكومة 14/7، وذلك عبر إدراج حقيبة وزارية جديدة مكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة ملحقة بالأمانة العامة للحكومة. إن هذه الخطوة الهامة سوف تتيح للأمانة العامة للحكومة الإشراف المباشر وأخذ خطوات عملية لترقية الثنائية اللغوية في الإدارة، حتى يتمكن المثقفين باللغة العربية والفرنسية التعامل مع الإجراءات الإدارية من دون صعوبة أو تميز. على ضوء ما سبق، فإن تجمع أبناء تشاد يعرب عن ارتياحه التام لإكساء الثنائية اللغوية بصبغة مؤسسية، يشيد بكافة المؤسسات الرسمية للدولة على روح الانفتاح والجهازية للعمل من أجل ترسيخ والحفاظ على القيم الوطنية التي جسدت من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو منذ عام 1990 إلى يومنا هذا، حيث يعتبر تطبيق الثنائية اللغوية أحد أهم هذه القيم التي شهدت تطهاحد أهم هذه القيم التي شهدت تطويرا كبيرا لم يسبق له مثيل، وجميع الإجراءات الرامية إلى تطويرها نتيجة لإرادة واضحة وشخصية لفخامته. يثني التجمع على الشخصيات الاعتبارية، المؤسسات والجمعيات التي تنشط في مجال تطبيق الثنائية اللغوية لإسهامهم بشكل أو بآخر في تطبيقها. يدعو التجمع جميع المؤسسات الرسمية القيام بما يلزم من أجل التطبيق الكامل والصارم للثنائية اللغوية في الإدارة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعتبار اللغة العربية واللغة الفرنسية لغتين رسميتين للدولة ذواتا قيمة إدارية متساوية، والمساواة في التعيين في مواقع المسؤولية الإدارية بين المثقفين باللغة العربية والفرنسية. يؤمن التجمع بأن أبعاد تطبيق الثنائية اللغوية يتجاوز بكثير الإطار الضيق المرتبط بالترجمة والمهام الموكلة إلى وزارة التربية الوطنية، بل تشمل أبعاد واسعة تأخذ في الاعتبار الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الإداري، والقانوني والوطني. يخطر التجمع بأنه قدم العديد من المقترحات قيد الدراسة مع الجهات الرسمية، والتي تمثل حلا ممكنا على المدى القريب والبعيد المتوسط. يخطر التجمع بأنه قدم العديد من المقترحات قيد الدراسة مع الجهات الرسمية والتي تمثل حلا ممكنا على المدى القريب المتوسط والبعيد لتطبيق الكامل للثنائية اللغوية، وسوف تظهر نتائجه تدريجيا في المرحلة القادمة. من ضمن هذه المقترحات: 1-
إكمال إجراءات الإطار القانوني للمادة 9 من الدستور المتعلقة بالثنائية اللغوية لتتوج بمرسوم تطبيقي ملزم يفصل ويضمن الحقوق الكاملة للدارسين باللغة العربية. 2. إنشاء مرصد وطني لتطبيق الثنائية اللغوية، مرصد مكلف بإعداد الدراسات ورصد كل الخطوات المخالفة لتطبيق الثنائية اللغوية وتقديم توصيات وتقارير دورية للجهاز ذات الاختصاص. إنشاء مرصد وطني لتطبيق الثنائية اللغوية، مرصد مكلف بإعداد الدراسات ورصد كل الخطوات المخالفة لتطبيق الثنائية اللغوية وتقديم توصيات وتقارير دورية للجهات ذات الاختصاص. 3. إنشاء لجنة برلمانية مكلفة بمتابعة تطبيق الثنائية اللغوية، ترفع تقارير دولية لرئيس البرلمان وتستجوي أعضاء الحكومة المخالفين لتطبيق الثنائية اللغوية مع إمكانية سحب الثقة منهم. يؤكد التجمع بأن تطبيق الثنائية اللغوية معركة جماعية طويلة الأمد، يجب السهر عليها وتضافر الجهود من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة.